بعد عمليات ترميم دامت لسنوات، فتح المعبد اليهودي إلياهو هانيبي في مدينة الإسكندرية أبوابه من جديد أمام المصلين والزوار. إعادة فتح المعبد الأثري اعتبرت حرصا من الحكومة المصرية على تراث البلد متعدد الثقافات. بعد سنتين من الترميمات، افتتحت سلطة الآثار المصرية أقدم معبد يهودي في مدينة الإسكندرية، وذلك كجزء من خطط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتجديد التراث اليهودي في مصر، والتي خصص لها 71 مليون دولار. أمنيتنا تتفتح للجميع، وأنها تبقى زي ما قلت كذا مرة، كانت مكان بيغذي الروح، عايزة يبقى مكان يغذي العقل، نستخدمها في حفلات موسيقية، موسيقى كلاسيك، وقد يستمع لموسيقى راقية تنمي ذوق، مناقشات ثقافية. هو ده أملي. كنيس النبي إلياهو يقع في شارع النبي دانيال وسط مدينة الإسكندرية، وكان قد بني في القرن الرابع عشر، إلا أنه تعرض للقصف أثناء الحملة الفرنسية على مصر، ليعاد بناؤه عام 1850 بمساهمة أسرة محمد علي باشا. إنه تراث مصري. في مصر نستعيد ونحافظ على الأثار من فترة الأسر المصرية المبكرة، وخلال العصر الفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي واليهودي والمسيحي والعصر الحديث. آخر إحصائية لتعداد اليهود في مصر كانت عام 2003، وكان عددهم قرابة 6000، أما اليوم فلا يتجاوز عددهم في مصر 20 فرداً.